هو ما يدل على شيء خلاص، وليس الزمان جزءا منه، يعني كلمة تدل على أي شيء لكن ليس فيها زمان. أما الفعل فهو العكس، يدل على شيء أو على حدث، يعني شيء حصل والزمن جزء منه. هذا هو الفرق بين الاسم والفعل، أن الاسم خالي من الزمان، أما الفعل فهو فيه زمان، لا بد أن يكون في الفعل زمن. والقسم الثالث من أقسام الكلمة هو الحرف، والحرف كما أخبرتكم سابقا هو ما ليس له معنى إلا مع غيره، لا معنى للحرف إلا مع غيره. زمن، أحسنت يا فايصل، ماضي أحسنت ومستقبل وأمر أو مستقبل، أحسنت رائع، تحية عليها الندى. أجيب الفعل، لأن الأفعال إذن مندرجة تحت الفعل. قلنا الآن أن الفعل ماضي أو مضارع أو جار. درس اليوم يا بناتي يختص بنوع واحد فقط، هو الفعل المضارع. درس اليوم يختص بالفعل المضارع، لا علاقة لنا هنا بالماضي ولا بالأمر، خلاص؟ طيب، ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مقربة. هذه الضمائر الثلاثة، ألف اثنين تدل على اثنين، واو الجماعة تدل على جماعة، أحسنتن، وياء المخاطبة تدل على مخاطبة. صورة من صور الأفعال الخمسة للفعل المضارع المكتوب أمامنا. نعم الجلسة. القضية الأولى الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة متهمة بتغيير أشكال الفعل المضارع. ما رد الدفاع؟ يا سيدي القاضي، هذه سنة الحياة والتغيير مطلوب، فلا يظل الشيء ثابتا بل هو في تغير مستمر. ادخل في الموضوع يا أستاذ. إن الأفعال الخمسة ليسوا متهمين، فهذه وظيفتهم الطبيعية في الحياة. ولماذا هم في القفص إذن؟ أرجو ألا يقاطعني هذا الزميل. النيابة لا تتدخل إلا بعد السماح لها. أكمل يا أستاذ. إن الأفعال الخمسة تقوم بالدور المكلفة به في النحو العربي، وهي لم تتجن على الفعل المضارع. ولتسأل المجني عليه ولتسألوه. فلندخل المجني عليه، الفعل المضارع، تفضل. كف عن البكاء، ما علاقتكم بالمتهمين؟ لقد حاولوا الاتصال بي أكثر من مرة. من هم؟ عائلة الأفعال الخمسة. من تقصد؟ ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. وماذا حدث عند اتصال هذه الضمائر بك؟ غيرت حالي يا سيدي، فبعد أن كنت مرفوعا بالضمة أصبحت مرفوعا بثبوت النون. بثبوت النون، بثبوت النون، بثبوت النون، بثبوت النون. وما دليلك؟ الفعل يعمل يا سيدي إذا اتصل بألف الاثنين أصبح يعملان أو تعملان، وإذا اتصل بواو الجماعة يعملون أو تعملون. ها ها ها، وياء المخاطبة تعملون. هذا عن حالة الرفع، وماذا عن حالة النصب؟
لم يكتفوا بتغيير رفعي فقط سيدي الوكيل، بل طمعوا في نصبي أيضا. وما الدليل؟ كنت أنصب بالفتحة، فلما دخلت علي هذه الضمائر أصبحت أنصب بحذف النون. هذا عن النصب، وماذا عن الجزم؟ رأيت سيدي القاضي كيف جاروا علي، وليس هذا فقط بل غيروا جزمي أيضا. الجزم أيضا، وكيف ذلك؟ كنت أزم بالسكون أو بحذف حرف العلة، فلما دخلت علي هذه الضمائر أصبحت أزم بحذف النون. وما الدليل؟ كنت أزم بالسكون إن كنت صحيحا، أو بحذف حرف العلة إن كنت معتلا. كفى أيها الفعل المضارع، وزني سيدي القاضي أكمل. فلما دخلت علي هذه الضمائر أصبحت أزم بحذف النون. هل لديك أقوال أخرى؟ شكرا سيدي. هذا كذب، هذا افتراء، هذا ظلم، هذا كذب. دعوا الصمت. أعلمتني يا سيادة القضاء بأنه ليس هناك اتهام بالأساسي؟ كيف ذلك؟ وهذه الضمائر ظهرت وغيرت من شكل الفعل المضارع. الدليل على كلامنا قول ابن مالك في ألفيته: واجعل النحو يفعلان النون رفعا، وتدعين وتسألون واحذفوها للجزم والنصب سما، فلم تكوني لتروني مظلمة. فهذه قواعد يا سيد القاضي لا يجوز تغييرها، وإلا تغير شكل الجملة العربية. القرار بعد المداولة. بعد الاطلاع على صحف الاتهام والاطلاع على الأدلة وسماع المجني عليه، أولاً حكمت المحكمة حضورياً على الضمائر التي تتصل بالفعل المضارع وتجعله من الأفعال الخمسة بالبراءة. يحيى العدل! يحيى العدل! يحيى العدل! لم أكمل، وذلك لمخالفة الاتهام للواقع. ثانياً حكمت المحكمة حضوريا